الله الزوجة طول عمره يعني ما شاء الله عايش من الحلال، وفي الاخر يعني تقول اختلط، لعل وضع فلوسه في بنك وعايشين من الفلوس والريع وكده، فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا وياهم الحلال. نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة السلام. والسلام. بالنسبة لخلي الإجابة إجابة عامة، بالنسبة للزوجة للأولاد الذي مال أبيهم مختلط، ماذا يفعلون؟ يأكلون ويشربون ويلبسون ولا يتوسعون في ذلك.